حاجة كده في المربع بتاع ال 18 حصلت قبل كده. اول ماتش العبه مع حسام حسن، كابتن حسام حسن طبعا يعني حبيبي. فاول ماتش ودي بنلعب، انا فاكر كنا معسكرين في اسوان وبنلعب توجو او فرق كده. فانا فرحان جدا اني هلعب جنب حسام وبتاع وحلم يعني. فالشوط الاولاني افتكر انا جبت جون اول ربع ساعه، وبعدين احمد حسن جاب جون، وبعدين اخر كوره في الشوط الاولاني حسام حسن لازم يجيب ما انا جون جاي لك يعني. اهو، هو بقى لازم يجيب جون. فاحنا بقينا كلنا بنبصيله عشان يجيب ماتش ودي وبتاع، فعايزين كل الناس تفوق يعني. فانا بقيت بديله كوره في اي حته، كل اللعيبه بتديله كوره. فالمهم كوره كده احمد حسن عدى من نص الملعب وراح شايط، فجت في القايم والجون وقع وكله وقع وعليت. تعرف انا طويل، فايه الكره عليت كده، فانا نطيت وهلعبها، فحسيت بحد في ظهري، فرحت محجز